وعن الانهيار الجزئي الذي وقع في مبنى سكني في حي الفاخرية بالدمام والذي تسبب في إصابة 13 شخصا، وعن الحادث يلتحق بنا من الدمام مراسل الإخبارية طارق الغامدي. صباح الخير طارق، ما الجديد لديك حول الانهيار الجزئي الذي وقع في المبنى السكني؟ نعم، صباح النور أخي بدر والمشاهدين. اليوم احنا نقف بالقرب من المبنى، الذي صار فيه الانهيار، هذا اللي باشرته الدفاع المدني والجهات الأمنية. الآن أنا معي ابن صاحب المبنى، سوف نتحدث معه ونسأله عن ماذا تم في تلك اللحظات. معي الأخ باسل. أخ باسل، كيف حسيتوا بالانفجار وش سويتوا؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله على سلامة الموجودين وسلامة الأهل سلامة المستاجرين. زي ما تشوف كان عندنا وحدة غاز تحت موجودة، وحصل فيها تنسيم تسريب غاز وتوزعت على كامل المبنى والمناطق اللي حوله، وحدث مع ذلك شرار وتم تفجير المبنى. والحمد لله يعني الجهات المعنية والمختصة تعاونوا معنا وجو في وقت قياسي، يا ربي لك الحمد، وتقريبا حالات كلها مستقرة الآن في المستشفى، يا ربي لك الحمد، الحمد لله. باسل، قبل نطلع الهواء كان في نقاش حول سيدة يعني راحت لمسافة بعيدة بسبب الانفجار. يعني صحيح، اللي كانت في الدور الأول، لأن الغاز وحدة الغاز كانت جنبها، ويوم حصلت نفس الانفجار فك الجدران وطيرها، يعني مسافة بعيدة، كان هي ورضيع معها طيرها يعني المسافة بعيدة، ولكن نقول الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله حالتهم من أفضل لأفضل يا رب. المباني اللي حولكم، في مباني أنا أشوف في مبنى جنبكم برضو يعني تأثر، المباني اللي جنبكم على مسافة تقريبا حوالي 200 متر أو 250 متر برضو تأثرت. سألنا الأشخاص، بعض الأشخاص اللي في أطراف الحي يقولون سمعنا الانفجار تأثرنا فيه، كيف أنتم حسيتوا بالانفجار داخل المبنى؟ والله ما طبيعي، أنت عندك لو هذه اسطوانة غاز لو انفجرت، كيف يعني لو تكلم عن خزان كامل؟ ما يعني صراحة شيء مفجع، والحمد لله الحمد لله الحمد لله على سلامة جميع، مو بس اللي في البيت، جميع اللي ساكنين في الحي، الحمد لله يا ربي لك الحمد. المباني اللي حولكم كيف وضعها وكيف وضع الأهالي اللي فيها؟ الحمد لله الحمد لله، كلهم بحالة طيبة يا ربي لك الحمد، وحالة يعني الحمد لله الحمد لله يا ربي لك الحمد. شكرا لك. الله يسعدك. شكرا لك أخوي بدر. زي ما سمعت يعني الانفجار كان بعد منتصف الليل، باشرت جهات الدفاع المدني، جهات الدفاع المدني يعني لديها خبراء متخصصين في هذا الجانب، الآن يعملون على دراسة أو تقصي وبحث أسباب الانفجار ولماذا تم الانفجار، والنتائج سوف تعلن في حينها بناء على ما أعلن المتحدث الرسمي في الدفاع المدني. أيضا الدفاع المدني لازال في موقع الحادث ومطوق الموقع حفظا على سلامة ممتلكات أصحاب المبنى، وأيضا حفاظا على المباني والذين ساكنين حول هذا المبنى. أخيرا زميلي طارق، هل لديك من معلومات حول صحة الأشخاص الذين تضرروا والبالغ عددهم 13 شخصا؟ نعم، الحمد لله، طبعا هم 13 شخصا، لم تكن فيها وفيات ولله الحمد. هناك إصابات ما بين كسور ما بين حروق من مختلف الدرجات الثلاث. طبعا السيدة والطفل الرضيع تعرضوا لحروق، يعني قد تكون من 90% في السيدة حروق. أيضا الدور الأول كان هناك كسور للزوج، وأيضا بعض الإصابات المختلفة للأشخاص الذين كانوا في المبنى. نعم، شكرا جزيلا لك زميلي طارق الغامدي وكذلك لضيفك الكريم، وبالتأكيد نتمنى السلامة للجميع.